جدي كنت بص عليها. الله، ما انت كنت بص عليها. هو انت تبص انا ما بصش؟ بص بتعمل كده؟ ما عملتش كده. انا هعمل كده ليه انا؟ ايش ايه ده؟ ايه دي يعني؟ ايه دي اساسا؟ لم نفسك، خديها قاعده عشان انت ترتاح. بصيت، خديها قاعده. انت بصيت وانا قاعده جنبك يا ستي. عادي يا ستي، وانا بصيت وهي ملط. الله، خديها قاعده، مفيش راجل ما بيبص. لا عيب. سؤال، انت كنت بص عليها ولا لا؟ والله كنت بص عليها. انت انا بص، انت بص ليه؟ انت بتبص ليه يا مينا بجد؟ انت مش كنت بص؟ بص بص وحشه. انت دخلتي جوه نيتي؟ لا والله بتكلم بجد. اهو هي قاعده غير ايه؟ بصيت لك اول. انت بتتكلم عليها ليه؟ وهي عشان هي جت بصلنا واحنا بنضرب بعض. بس انت مش هتبص ان شاء الله، صح؟ مش هبص بنيه وحشه. نعم، ببص عادي، ببص عادي. ماشي، انا كمان هبص. هاكلك بالقلم على وجهي. الله، ما هبص عادي. ده انا مش مالي عينك انا بقى. طب وانا جنبك بتبص وانا جنبك، يبقى انا كمان مش مالي عينك بقى. ما ده الفرق بقى، ده الفرق. اه ايه الفرق؟ انا ببص عشان احمد ربنا على اللي معايا. شكرا يا رب ان انت رزقتني بيها. انت عارفه ان انا ساعات بنزل من بيتنا ببقى قاصد ابص على كل واحده تيجي قدامي. اه ليه بقى؟ ادور على اللي احلى منك. مش بلاقي، مش بلاقي. انا والله ما عارفه اقول لك ايه، يعني ما عنديش رد اقوله. انت طب سيب واحده بس من غير ما تبص عليها، يعني راعي ان انا جنبك. راعي راعي راعي. انت معلش معلش، انت لما بتبص وانا جنبك ده مش عيب؟ على حسب ترد نيتي. نقول عيب علشان ما كسرش العربيه اللي انت قاعد فيها. على حسب نيتي. نيتي ان بشوف مثلا البنت من دول اقول يا ده انا ما فيش زي اللي معايا. زي اللي انت بتدور على اسمي اصلا. طب انت متعصبه ليه دلوقتي؟ إيه؟ لا ما فيش حاجه اتعصب. صح، انا متعصبه ليه فعلا؟ حبيبي بيعاكس واحده. لا انا عكست. انا فتحت الشباك وقلت لها يا عسل يا قمر يا حلوه يا بوزه. ما انت بصيت لها بصه وحشه. وهي شافتني وانا بصيت لها. انا شفتك حبيبي عاكس واحد. ما عاكستش انا. بص ايه ناقص تعملها كده؟ قلت لها ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده في البادي لانجوج معناه ايه ان انا اعمل لها كده؟ اقول لها تعالى يا فيني. هو احنا واقفين في حته ملقف بس كل شويه تعد. انا هنزل اقف في الملقف. لا لا تستهوي. شايفه البلطو مع الشنطه مع البوت اللي هي لابساه؟ انا شايفه حياتي معاك يا رب. طب انت مخرجني عشان تفضل تبص على البنات وانا قاعده جنبك؟ ولا انت عايز يلا ايه؟ عايز يلا ايه؟ يلا عايز يلا ايه؟ يلا عايز ايه؟ يا رب ارحمني ارحم يا ابني بقى. خلاص خلاص طلعي طلعي. بالتقتقة؟ هو انت اللي بالتقتقة؟ ايه ده؟ لسه بنقول ايه دي؟ ما خلاص بقى انا ضحكت بقى. يبقى برين انا عرفت امسك نفسي اهو. بص شكلك هو انت تضحك على ايه؟ بقى انت ماسكه نفسك بالعافيه. ما تظبطي نفسك بقى. مين في ايه؟ اظبط نفسي يا عم. اظبط نفسك انت. هو اللي بيضحك اهو.